حنا كنستعدوا لما فيه كفاين هذه المقابله، وعندنا واحد اللجنه خاصه منها اللي غتشرف على تنظيم هذه المقابله هذه. وانا كنتمنى الله باش دوز هذه المقابله واحد الجو اخوي. حنا ما كتهمناش النتيجه بحكم ما كيهمنا هو تكون واحد الفرجه ودوز هذه المقابله سليمه، ما يكونش فيها شغب وتكون واحد الروح رياضيه. وكتعرفوا باللي الديربي ديال الشمال ديال طنجه وتطوان اللي هو يكون احسن الدربيات على الصعيد الافريقي، وهذا الشيء اللي خصنا نعطيو واحد الصوره جميله، واحد الصوره حضاريه العالم كله، باش نقولوا بدي راه حنا البطوله احترافيه ديال البطوله الوطنيه، راه عندنا واحد البطوله اللي هي قويه وعندها واحد الجمهور اللي هو كيحترم الجمهور الاخر. وانا مأكد على يقين غدوز هذه المقابله غادي يكون واحد العرس رياضي، واحد العرس اخوي، وهذا الشيء اللي كنتمناوه. والحظ الاوفر اللي غيفوز هو اللي غادي نتمناو له التوفيق. وما علينا الا نهنيو اللي فاز في هذه المقابله، هنيوه. اللي كيهم بحال اللي قلت هو هذه المقابله تدور في واحد الجو رياضي، وهذا الشيء اللي كنتمناو له. يعني ان الجمهور غادي يكون حاضر. المعلومات اللي وصلتنا بان الجمهور غادي يكون غير صحيحه. انا ما عنديش شي معلومه فيما يخص الجمهور الاخر ديال المغرب التواني واش غيكون حاضر ولا ما يكونش حاضر، هذا الشيء ما عندي علم به. وهذا الشيء كيبقى الجانب الامني هو اللي غيتخذ الاجراءات. حنا ما علينا الا جاو حضروا، مرحبا بهم، المدينه ديالهم هذه، هذوك الجماهير جيران ديالنا وخوتنا، خصنا نحترموهم. وحنا هذا الشيء اللي كيهمنا بحال اللي قلت هو خصنا يكون داخل الملعب يكون واحد العرس اللي هو كيتمناوه جميع الجماهير وجميع الجماهير في العالم. هذا واحد الديربي اللي غيكون في امتياز، اللي كيتشوق له اي واحد، غيكون كيتشوق لهذا الديربي هذا، واللي غادي يعطي واحد الصوره حضاريه لهذه المقابله هذه ان شاء الله.